الحاويات وبيتم تهريبه من ميناء الى اخر الى ان يصل الى ميناء ضعيف وليكن مواني في ليبيا، ويدخل ثم يتم تسريبه في شاحنات عبر الصحراء الغربيه. مثلا بينتج فين الترامادول؟ والله بينتج في الهند. الهند يعني معظم الترامادول اللي بيجي لنا ده كله انتاج الهند. كمان في مشكله يطلع من الهند في سفن، يفضل ماشي لغايه ما يوصل مثلا مكان زي ليبيا، يتهرب منها على عربيات تدخل مصر من حدود الغربيه. ده صحيح. واحنا بنرصدهم قبل ما يدخلوا ولا بعد ما يدخلوا؟ لا طبعا احنا بنشتغل على الترامادول ده مثلا من اول ما يتشحن من ميناء الشحن بتاعه في الهند، وبنشوف اتجاهاته فين، وهم طبعا بيعملوا الاعيب وبيحاولوا يعملوا عمليات تمويه واخفاء عشان يكون بقى عارفين ان مصر بتكافح الترامادول ومصر بتعاني من مشكله الترامادول، فلازم يبعد عن خط سيره عن المواني المصريه، ولازم يعمل دوله منشا ودوله مقر وبعدين ينزل سيف في تركيا مثلا، وبعدين بعد ما يدخل البلد يعيد تصديره مره تاني من ميناء نظيف وبلد نظيفه الى ليبيا، كانه بيهربه من خلال اخفائه فيروح لدوله تانية علشان يتستر وبعدين يجي لنا احنا كانه دواء عادي مثلا. ده صح. لا ما بيجيلناش دواء عادي، ما بيجيلناش دواء عادي، تهريب من الصحراء. تهريب من الصحراء الغربيه.